عندما يلوح جوليان بوتون بأضوائه في الليل لا نلاحظ في البداية شيئاً، لكن كل حركة من حركاته في الهواء دقيقة جداً، ولا يمكن رؤية نتائجها إلا بعد تصويرها عبر إسقاط الضوء لوقت طويل. جوليان بوتون يبدع لوحات بحروف من ضوء. لقد كان اكتشافي لتقنية الرسم بالضوء بمثابة إلهام لي، فهي تسمح لي بالعمل بكامل الجسم، وهذه الطريقة من التصوير الفوتوغرافي تحتاج إلى تركيز كبير من أجل رسم أثار الضوء بشكل دقيق. مرسم بوتون يقع في مدينة نونز غرب فرنسا. إنه يرسم الخطوط منذ أكثر من 10 أعوام على الورق. هذا الفنان الذي يبلغ من العمر 33 عاما علم نفسه بنفسه ويعيش من فنه منذ 3 أعوام. أستوحي من الثقافة الآسيوية الطاقة والعفوية. الخط العربي حسي للغاية ومنساب، أما اللاتيني فصارم جدا، كما أنني متأثر بإمكانيات التجريد في الرسم على الجدران المعروف بالجرافيتي. اكتشافه فن الخط العربي كان نقطة البداية. لقد طور أبجديته الخاصة بالأحرف اللاتينية لكن بنمط عربي، وهذا ما استغرق 5 أعوام من العمل. يمكنني من خلال الأبجدية طبعاً أن أثير أرضية مشتركة ومشاعر مشتركة، فقد كان هدفي في غمرة الصراع بين الغرب والعالم العربي هو الجمع بين الثقافتين وإيجاد طريق مشترك للتواصل الاجتماعي من خلال عمل فني. الجسد أداة للرسم. يتدرب بوتون على تفاصيل الخط قبل التصوير، ويساعده في ذلك فن الخط الشرقي. يبدع الفنانون الآسيويون خطهم في حركة واحدة دوما، فهم يركزون ساعتين قبل أن يمسكوا بريشتهم ليرسموا بعدها بحركة واحدة انسيابية ومركزة، وهذا ما أفعله تماما في فن الكتابة بالضوء أيضا. يعمل جوليان بوتون مع المصور الفوتوغرافي دافيد كاياغ، إلا أنه يتعاون بين حين وآخر مع فنانين آخرين. تقنيته هي تثبيت الكاميرا وضبطها لفترة طويلة، فتلتقط الضوء فقط فيما لا يظهر الشخص الذي يحركه. يقدم جوليان فنا كاملا من خلال الضوء في الفراغ، بعكس الكثير من فناني الجرافيتي الضوئي الذين لا يقدمون برأيي أي مضمون بل مجرد أشكال جمالية. فاز جوليان بوتون بجوائز عديدة في هذه السنة، منها جائزة أوربان آرت في تصنيف الكتابة بالضوء. يعمل جوليان بوتون منذ 3 أعوام بتقنية حديثة للإسقاط والتقاط الحركة، وقد شارك في كل المهرجانات الكبرى، ويتعاون في مشروعه مع راقصين ويقوم باختبارات بالحركة، ونال جوائز كثيرة في العالم العربي. قال لي أحد التونسيين يوما: لقد أخذت شيئا من ثقافتنا ومزجته مع ثقافتك الخاصة، والآن أعدت لنا ما أخذته في صورة رائعة، وقد كان هذا أجمل مديح سمعته. يمكن للمشاعر الفنية أن تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، وهذا ما سلط جوليان بوتون الضوء عليه.